نعم، دعيني في البداية أحدثكم عن الوضع والحركة المرورية وأيضا الوضع الأمني في مدينة بنغازي اليوم، حيث لم تشهد هذه الحركة المرورية المكثفة في مدينة بنغازي، لا سيما نحن اليوم هو يوم عطلة رسمية من قبل الحكومة الليبية وهو حلول السنة الهجرية، فكل عام وكل الليبيين والأمة الإسلامية بألف خير. أيضا اليوم ندخل اليوم الثالث على توالي لتطبيق الحظر التجوال المعدل من قبل الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا ورئيس الأركان العامة، حيث أتى هذا القرار بعد ازدياد حالات انتشار وباء كورونا في جل المدن الليبية. أصبحنا اليوم نسجل في اليوم الواحد تخطينا العدد 400 و500 حالة، وهذا رقم مخيف ومقلق جدا للغاية، وهو منعرج آخر أدت إليه عدم وعي المواطنين وأيضا عدم ثقافة المجتمع وتقديره لهذه الخطورة. أتى هذا التعديل من الثالثة ظهرا وحتى السابعة صباحا. أيضا مدينة بنغازي تشهد استقرار كبير من حيث الوضع الأمني، هناك استيقافات وتشكيلها من قبل القوات المسلحة وأيضا الأجهزة الشرطية المتمثلة في البحث الجنائي وأيضا قوات النجدة التي تقوم بنشر قواتها في مداخل ومخارج المدينة بنشر استيقافات لتطبيق حظر التجوال على المواطنين، ويسمح فقط للمستشفيات والعاملين داخل المستشفيات، أيضا للحالات الطارئة التي تذهب إلى المستشفيات، حيث يكون من هذا الحظر هو الحد من انتشار هذا الوباء، لأن هناك أرقام كل يوم في تزايد. اليوم كان عبر التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين منادى للمظاهرات، هذه المظاهرات كانت من قبل الإخوان المسلمين، وهذه الحركة التي تحاول نشر العبث داخل المدن المستقرة، لكن الشارع كما تحدثنا تكرارا ومرارا بأن الشارع أصبح لديه وعي. أيضا لطالما كانت هناك ردود فعل سريعة، حيث كان هناك انتشار كبير عبر التواصل الاجتماعي بعدم الخروج وأيضا تأجيل المظاهرات، لأن هذه المظاهرات كان يريد منها النيل من القوات المسلحة. الشارع أصبح يعي جيدا خطورة هذه الألعاب التي تقوم جماعة الإخوان المسلمين، أيضا لا يريدون بتضحية وتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة في حربها في تحرير كل المدن الليبية التي خضتها ضد الإرهاب، وأيضا تضحيات الجسام التي قدمتها العديد من الأرواح سواء مدنيين وعسكريين. الأوضاع في مدينة بنغازي ممتازة جدا بمعنى الكلمة، هذه الساحة التي أقف بها هي ساحة الكرامة. نعم.